أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونشكره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن إن شاء الله على الدرب سائرين، ونحن إن شاء الله من الشاهدين. أما بعد، أيها الأحبة، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا اليوم إن شاء الله هتكلموا على اليوم الصالح اللي هو عاشوراء. إذا إن الله تعالى خلق هذه الأشهر واختص منها أربعة فجعلها محرمة معظمة، فقال جل في علاه: منها أربعة حرم، أي جعل الله تعالى لها من الحرمة والمكانة والمنزلة ووجوب الصيانة ما ينبغي أن تحفظ وتصان. ولذلك ينبغي لمن يعظم شعائر الله أن يعظم ما عظمه الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأعظم هذه الأشهر الحرم الأربعة وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. وأعظمها يعني حرمة، يعني أعظمها حرمة الشهر الذي أضافه الله لنفسه، إنه شهر الله المحرم، ولذلك أضافه النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. فإضافة الشيء إلى الله تقتضي تعظيما واختصاص الله تعالى به وحفاوة الله به، ولذلك كان هذا الشهر محرما معظما. نعم أيها الأحبة، إن شهر الله المحرم شهر له مزية عند الله تعالى بأنه محرم، وهذا يقتضي مزيد عناية وصيانة، وأنه شهر هو في الصيام أفضل الشهور بعد رمضان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ينبغي للمؤمن أن يحرص على الاستكثار فيه من صيامه ومن العمل الصالح. وفي الجملة فإن الصيام أفضل الأعمال عند الله، كما قال ذلك بعض أهل العلم، وهو أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تعالى في هذا الشهر. أيها الأحبة، أحبتي في الله، إن تقوى الله تجلب للمؤمن كل خير، وتدفع عنه كل سوء، وتجلب له سعادة الدنيا والآخرة. شهر الله المحرم هو أفضل الأشهر صياما بعد رمضان، وأفضل ما فيه ذاك اليوم الصالح الذي نجى الله تعالى فيه بني إسرائيل من فرعون وقومه، إنه يوم عاشوراء الذي احتفى به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لليهود: أنا أحق منكم بموسى، فصامه وأمر بصيامه. وقد قال ابن عباس في الصحيح لما سئل عن صوم عاشوراء: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء، يعني من هذا الشهر وهو شهر الله المحرم. وإن فضيلة هذا اليوم من كونه يوما أظهر الله فيه الحق على الباطل، نجى فيه المؤمنين من عدو الله فرعون، أهلك فيه طاغية الأرض الذي قال: أنا ربكم الأعلى. فكان يوما صالحا كما وصفته بنو إسرائيل وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الأحبة، إنه يوم صالح، ذاك اليوم الذي نجى فيه الله تعالى موسى وقومه. إنه يوم صالح، ذاك اليوم الذي أظهر الله فيه الحق على الباطل. نعم، إنه يوم صالح، ذاك اليوم الذي ترتبط فيه الأمة فيذكر أهل الإسلام من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم نصر الله لقوم موسى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إنه يوم صالح الذي يكفر صيامه سنة ماضية، كما في الصحيح من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. إنه يوم صالح يدرك فيه المؤمن فضلا عظيما وأجرا كبيرا بعمل يسير سهل تحط ذنوب عام كامل،
هو مكسب كبير وفوز عظيم. مكسب كبير وفوز عظيم لمن تذكر ما كان من سيء عمله. فإن الله تعالى يفتح لنا أبواب الأوبة ويمنح لنا فرص العودة. فلنحرص، نعم فلنحرص أيها الأحبة على صيام هذا اليوم، فإنه يوم مبارك، من صامه كفر الله تعالى به عنه عاما ماضيا. قد كان ابن عباس يتحرى صيامه ويصومه حتى في سفره، ويقول رمضان قال الله تعالى فيه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما عاشوراء إذا ذهب فليس ثمة عاشوراء آخر، أي أنه لا يقضى إذا فات. إنه فضيلة ينبغي للمؤمن أن يحرص عليها وأن يبادر إلى فعله، لعل الله أن يحط به من خطاياه. نعم، إنه فضيلة ينبغي للمؤمن أن يحرص عليها وأن يبادر إلى فعلها، لعل الله أن يحط به من خطاياه. إن فضيلة صوم يوم عاشوراء تحصل لمن صام اليوم العاشر ولو صامه منفردا، ولا كراهة في ذلك، لكن الأفضل والمستحب أن يضم إلى العاشر التاسع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إنه يوم تعظمه اليهود قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. وهذا الحديث هو الراجح، هو المشهور في مراتب الصيام، لأن مراتب الصيام ثلاثة: صوم يعني يوم قبل عاشوراء أو يوم بعده، وصوم يعني التاسع والعاشر، وصوم يوم عاشوراء يعني منفرد وحده. ولكن الحديث المشهور هو هذا: التاسع والعاشوراء، أي مع العاشر يكون الصيام في اليوم التاسع والعاشر. اليوم العاشر هو الذي تحصل فيه الفضيلة من تكفير السنة وشكر الله تعالى على نصر موسى على فرعون، واليوم التاسع تحصل فيه المخالفة. فمن صام اليوم العاشر أدرك الفضيلة. إذن أحبتي في الله، هو فرصة لمن أراد الاستزادة من التقوى والخير، فلنبادر إلى العمل الصالح. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا، اللهم أعنا على طاعتك، واصرف عنا معصيتك، واستعملنا فيما تحب وترضى، أنت ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين كافة أجمعين. آمين آمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.